زمن مضى وقبل قرون عديدة عبر صحراء تهار أتت قافلة تتضمن جماعة من المغنين من بلاد السند. وبعد رحلات أيام وليالي توطنت هذه الجماعة في قرية تجاور الجزء الغربي لولاية راجستان. نشأ نيك محمد في وسط أغاني شعبية وأساطير وقصائد قصصية شائعة في راجستان، ومن هذه القصائد قصة مومل. كانت مومل أميرة جميلة بمدينة جاسلمير، كثير من الشبان حضروا طالبين يدها، إلا أن قلبها لم يزل في انتظار فارس الأحلام. وذات يوم أتاها مهندر أمير أمركوت الجذاب، فكان هنا الحب في النظرة الأولى، وبالتالي رفع مهندر إليها خاتما لضمان خطبتها. فجأة توقفت زيارة مهندر لمومل، وخرجت مومل الكئيبة باحثة عن مهندر. وفي نهاية المطاف وصلت إلى أمركوت تموت متعبة وكثيرة القلب. ينبلج الفجر في برنابا حيث يعيش نيك محمد مع أسر لانغاس الأخرى المقيمة في محافظة بارامير الحدودية. برناوة قرية ساحرة، في كل بيت فيها يعج بأصوات الموسيقى. النغم والإيقاع امتزجا معا في حياة لانغاس. ولا شك في أن هناك أعمال يومية أخرى لا بد من إنجازها، إلا أن كل هذا يكمل في خليفة الموسيقى لرجال لانغاس الموسيقى بمثابة الحياة والمهنة. أصبحت الموسيقى جزءا لا يتجزأ لحياتهم، إلى حد إنه من الحق إذا قلنا إن أطفال لانغاس يغنون قبل بداية النطق الموسيقى جزءا هام من ألعاب طفولتهم. يمكن أن تكون كلماتهم عسيرة الفهم، إلا أن ألحانهم محبوبة ومعروفة لدى جميع الناس. هناك تدريب رسمي للأطفال، ولكن في حين يبدأ طفل مثل عبدل مواهب غير عادية، يختاره واحد من لانغاس القدامى كتلميذ له. وبهذه المناسبة تنعقد حفلة تمهيدية، والطفل يقبل رجلا مسنا ليدربه في الموسيقى. أنا بنبقى فيك أنا بنبقى فيك أنا.
هذه هي واحدة من مثل هذه الحفلات. ليك محمد يطلب بركات علي إذ إنه يأخذ عبد الشاب تحت رعايته. هذه المراسيم هي امتزاج متكامل بين الهندوس والمسلمين، إذ إن تبارك الإمام علي تمثل مقدسات المسلمين، وإن جوز الهند والخيط الأحمر تمثل مقدسات الهندوس. إنها لحظات روحانية من هذه الاحتفالات الممتعة. جميع أفراد القرية يقدمون للاحتفال بهذه المراسيم. ليست هناك دروس رسمية لعبدل، ومع هذا لابد له من أن يراعي ويلاحظ التقنية وشروط الفن التي تجعله ماهرا في هذا الفن. وأول خطوة في هذا الاتجاه هي استخدام أداة السارنجي الموسيقية في غناء السارنجي لانجاس. الصحراء هي صالة الدرس لعبدل. الحرارة اللافحة والبرودة الجامدة والرياح العاتية تهذب وتشكل الإنسان والكثيب معا. في أوتار سارنجي الحزينة تعكس مناظر الصحراء القاحلة وروح الإنسان المنعشة، تجد مكانا في صوت نيك الرنان. عبدل يستمع بلهفة، سيرث في القريب هذه الخزانة الثمينة لموسيقى لانجاس، ولكن عليه أن يكسب هذا الميراث بالجهد. ويوما يطلب من عبدل أن يتغنى مع واحد من لانجاس القدامى. هذه حقيقة باهتة، مستقبل عبدل كمغني يعلق في حالة التذبذب. عبدل يجتاز الامتحان بدرجة الامتياز، وهكذا يخلق لانجاس آخر. الأقاصيص الشعبية والأساطير تعتبر النسيج الحقيقي لحياة وموسيقى لانجاس. ليك يتذكر واحدا من هذه الأقاصيص التي تلقي الضوء على كيف لانجاس الجديد يولد. قبل القرون شاهد شاب راتبوتي موكبا لموسيقيين فأعجب بألحانهم، إلى حد أنه أبدى رغبته في الالتحاق بهم، ولكنه أخبر بأن رجلا مسلما فقط يقدر على تعلم الموسيقى، إثر سماع هذا القول أنه اعتنق الإسلام مفتونا بالموسيقى. يقال أن لانجاس هم أولاد هذا الشاب الذي وقع في غرام الموسيقى. ليك محمد وعشيرته في برناوة تنتمي إلى سارنجي لانجاس تقليديا. إنهم عازفون على سارنجي، وهذه الآلات الموسيقية القديمة قد أثرت على ألحانهم جميعا في الأسلوب والتركيب والأغنية. قوم لانجاس يكسبون قوتهم بالغناء في بيت ساداتهم أو في منزل زبائنهم الدائميين. حتى في يومنا هذا نشاهدهم راكبين جمالهم وذاهبين إلى زبائنهم الدائمين. ومن زبائنهم المستقلين رجال الجيش السندي،
وذلك لأن الحفلات عندهم لا تكتمل بدون موسيقى لانغاس. لانغاس في الحقيقة جزء لا يتجزأ لجميع المناسبات من أمثال حفلات الميلاد والزواج والطقوس الدينية والمهرجانات. بعد التحيات التمهيدية يغني نيك محمد منظومة منتظمة سلسلة النسب لزبونه، ويرجع في هذا الخصوص إلى الفترة ما قبل 100 عام، وقد حفظها نيك محمد من أعماق قلبه، وكذلك فعل أبوه وجده من قبل. عندما يتتبع نيك سلسلة النسب هذه 17 سلالة، تظهر أسماء راجبوت دالة على وقت تحولهم إلى الإسلام. لانغاس أيضا ينظمون زيجات زبائنهم، وفي هذا الخصوص معلوماتهم عن تاريخ الأسر تعتبر ثمينة للغاية. رجال الجيش السندي بارعون في الموسيقى، وقوم لانغاس يقدرون مدحهم وإعجابهم. في هذه الأيام يأخذ نيك مكافأته أو أجرته في صورة المال أو الفلوس. واليوم وعندما يرجع بأجرته في صورة جواد يبدو مبتسما للغاية، وطبعا هذا الأمر يتطلب الاحتفال، فأي احتفال بدون الموسيقى والأغاني؟ في هذا اليوم سيغني نيك أغنية تصور عروسة ذات حياء ودلال تنتظر عريسها، وبهذه المناسبة إنه قد لبس لباسا مبهرجا، واللمسة النهائية لهذا اللباس المبهرج تكتمل بالمنديل للألوان المختلفة. يبتدأ يوم جديد بصلاة الفجر. لانغاس يتبعون الإسلام، ونيك يؤدي صلواته الخمس يوميا بالتواضع، إلا أن ديانته تتمتع بالحرية الكاملة كما تتمتع موسيقاه بالحرية من الحدود الكلاسيكية التقليدية. نيك متأثر للغاية بالتصوف الذي هو جانب من جوانب الإسلام الروحانية، وقوم لانغاس يحترمون ويبجلون الصوفي الكبير الخواجة معين الدين التشتي بمدينة أجمير، وفي ذخيرة موسيقاهم توجد أبيات لعديد من الشعراء الصوفيين من أمثال خسرو وبولي الشاه. ਏ ਰਾਜੇ ਸਬਦ ਸਿਖਾਇਆ ਅਨ ਬਿਨ ਬਿਲ ਕਿਆ ਸਲ ਲੁਕਤਾ ਯਾਰ ਪੜਾਇਆ ਅਨ ਬਿਨ ਬਿਲ ਗਾ ਲੁਕਤਾ ਯਾਰ ਪੜਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂ ਜਬਰੂ ਅਲ ਤਸਵਫ ਯਾਤਰਫ ਬਿਨ ਹਨਾਕ ਹਕੀਕਤਨ ਆਲਮੀਯਤਨ ਵਾਹਿਦਤਨ وهو أيضا يسلم بأن الطرق للوصول إلى الله ربما تكون متنوعة ومختلفة، وذلك لأن الجوهر اللاهوتي موجود في جميع المخلوقات. ولذا وعندما تحب الله بشدة العواطف أو شيئا في صورته، مشاعرك تصل إلى أوج الكمال، وحينئذ الحب لعشيقته لا يختلف
عن الحب لله. مرونة فكرة التصوف الغنية بالعاطفة والخيال تجد سبيلها بالسهولة في كل من المسجد والمعبد الهندوسي، وهي ممتدة من سخاء الله العظيم إلى حب كريشنا ورادها اللاهوتي. عبر الأزمان تخلد كريشنا في صورة حبيب لاهوتي، وحبه لحبيبته رادها يرمز إلى الاتحاد الكامل الموجود بين الخالق والمخلوق. حب رادها لا يحتاج إلى دليل ومنطق وعقل، هذا الحب كان في أنقى صورته، هذا الحب يمثل الخضوع النهائي. إذا كان هناك مصيبة أو نشوة فهي نتائج الحب، هذه الحياة والحياة ما بعدها كلها موجود بسبب الحب. الحب مرح مثل بهرجة طفولة كريشنا، وهو ملون مثل ألوان حياته وعشقه. الحب يتمثل في صورة مهرجان هولي، هذا المهرجان عند الهندوس مهرجان الألوان التي تغمر وتثري الجسد والروح، والتي تهدم جميع العوائق الموجودة في صورة العقيدة والديانة والطبقة. ولا شك في أن ألحان لانغاس المناسبة برقة من التي تعطي مفهوما خاصا لأغاني هولي. وكذلك فروق الديانة والطبقة تلغى عندما يتم زواج لانغاس، وذلك لأن عددا من تقاليد الزواج مشترك بين المسلمين والهندوس. مثل بقية العالم تأتي النساء إلى حفلات الزواج بأنفسهم، ويصرن على إطعام العريس زبدة مصفات أو دهنا خالصا، لعن هكذا يجهزنا العريس لمواجهة محنة الزواج. يلبس العريس لباس أميرة راجبوت، إلا أن عقد الزواج يتم على يد الملة. تملأ حفلة الزواج بالمرح بواسطة الموسيقى والرقص والغناء، وفي وسط هذا الجو المرح يسهل للإنسان أن ينسى وجود العريس، وذلك لأن كل من الحضور يغرق في بحر السرور والابتهاج. الآن قد تغير الزمن، وكثير من أعيان القبائل تركوا الصحراء لكسب الأقوات في مدن راجستان الكبيرة. الصحراء قاسية وفي أكثر الأحيان غير مضياف. إثر مغادرة الأعيان والرؤساء واجه كثيرين من قبائل لانغاس صعوبات ومشاكل. نيك أيضاً أخذ القرار لرؤية ما هو وراء كثبان قريته. ♪
يكن هذا القرار سهلا. حتى ذلك الحين لم يخرج نيك من البيئة المألوفة لقريته. الماضي كان ورائه، في حين كان المستقبل غامضا، وكل ما كان يمتلكه نيك كان يشتمل على الرجاء وموسيقاه وهمته للخروج. ولما وصل نيك إلى جودبور كان مستعدا لمباشرة جميع الأعمال، حتى وظيفة عامل غير نظامي. كان هذا وقت الابتلاء والمحن، ومن خلال الأيام الصعبة الطويلة استسلم نيك لفلسفة الفقر والفقير، وأصبح شحاذا يستقبل كل يوم جديد في صورة مغامرة. مدينة جودبور كانت مثيرة للإعجاب. استكشف نيك التفاوت الموجود بين الأزقة الضيقة وبين السور الفخمة لقلعة مهران جر العظيمة. وحيثما ذهب صب قلبه في صور الأغاني. هذه هي كانت لغة الأغاني التي بلغت وأثرت على قلوب من سمعها. وبالتدريج استوطن لانجاس في مدينة جودبور، وأنشأوا منازلهم في مستعمرة بضواحي المدينة. الحياة مرة أخرى استقرت بتناغم وتحمس جديد. كانت موسيقاهم أنيقة، وبرغم كونها من التقاليد الشعبية إلا أنها كانت تعتمد في أكثر الأحيان على الأسلوب الكلاسيكي الخالص. وبدون التدريب الرسمي وبموهبة الارتجال قدم لانجاس طرازا جديدا للموسيقى. وفجأة كان لانجاس منتشرين في كل أماكن، ولكل رجال إنهم تغنوا في القلع والقصور والمنازل الفخمة. كلمات الأغاني لم تكن مهمة، وفي الحقيقة كانت هي رغبتهم الشديدة في الحياة وفرحتهم في موسيقاهم التي خلقت رابطة فورية مع مستمعيهم. الفنادق ذات الخمسة نجوم، حيث البارعون في الموسيقى والمسؤولون الكبار وأصحاب السلطة كلهم قد نظروا إلى موسيقى لانجاس بعين الاعتبار. أدرك نيك في قرارة نفسه أنه يقدر ويستطيع إبقاء ميراث الماضي القريب. إنه أيضا أدرك بقدر من اليقين أن الموسيقى فقط ستأخذ به إلى قدره المحتوم. سرعان ما اكتشف المستمعون لانجاس أصبحت هذه الفئة من الشعب الهندي أكثر جاذبية للسياح في راجستان. رجال الإعلام يحبونها، والشبكات التلفزيونية تغطي برامجها. نيك ورفقائه أعدوا ونظموا أنفسهم للقاء المستمعين في داخل الهند وخارجها على شروطهم. والعالم كله رحب بهم بأيادي مفتوحة، وتجاوزت موسيقاهم الحدود الجغرافية بألحانها ونغماتها التي تثير الرجاء والفرحة والحب والشباب. العواطف العامة تمس أوتار القلوب حيثما ذهب هؤلاء لانجاس.
وذات يوم رجع نيك إلى برناوة مسقط رأسه. ومع أن نيك كان غائبا عن هذه القرية طوال سنين عديدة، إلا أن إيقاعات سارنجي كورتال ودهولك لما اجتمعت في صورته ظهر أنه لم يكن بعيدا عنها قط. أهل القرية كلهم خرجوا لكي يرحبوا به ترحيب بطل رجع إلى منزله بعد فترة طويلة. لكن نيك ليس بطلا ورقيا الآن، وهو يحمل وزن مسؤولية جديدة، لأنه قد أدرك أهمية خزانته الثمينة التي قد ورثها من آبائه، فمن الواجب أن يحافظ على هذه الخزانة وينقلها إلى الجيل القادم. في هذه الأيام يعيش نيك بهدوء وطمأنينة، ويعتقد أن أفراد قبيلته سيخرجون من الدروب الضيقة لاحتياجات الحياة للفوز بمكانتهم الملائمة في دنيا الموسيقى، وأنه يشاهد في وجه الشاب عبدل مستقبلا مشرقا لقوم لانغاس. Badilio,